في حالة أخوشي مخلص 24 دولار مش تدخل نطيح مش اللي يعطي الله دام تي خلص فلوسه مش تدخل يطيح اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفلوغ جديد ان شاء الله. فهاد الفلوغ جبت لكم واحد البلاصه اللي واعره واعره بزاف, ودائما في اي لايف كنت كنديرو كتقولوا لي فيصل سير صور لينا فهاد البلاصه هذه, لان البلاصه هذه فريمو ما يمكنش شي واحد يجي هنايا لموريال كمهاجر ولا سائح ولا شي حاجه يجي لهاد المدينه هذه وما يمشيش يزور هاد البلاصه هذه. هاد البلاصه اللي فريمو فيها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين, ممكن الواحد يجي يدوز نهارو هنايا في فوقيته ديال ليفير, وفيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي, وكذلك حتى في ليتي وحتى في الخريف تيكونوا لي زاكتيفيتي اللي خاصين بهاد لي سيزون هادو. المهم ماشي انا اللي غنشرح لكم شنو سميه ديال البلاصه هادي وباش كتمتاز الى اخره, وانما نخلي الزوجه ديالي حتى هي تشارك معايا في هاد لا فيديو, وهي اللي غادي تشرح لكم الاسم ديال البلاصه هادي وشنو هما لي زاكتيفيتي اللي كتمتاز بهم هاد البلاصه هادي الى اخره, من خلال بعض الاسئله اللي غادي نطرحهم على الزوجه ديالي. مهم شنو الاسم ديال البلاصه هادي؟ دونك اولا الاسم ديال هاد البلاصه هي بارك دي مون رويال. دونك هاد البارك عباره على واحد الجبل كبير كبير بزاف, ومعرفتش معرفاش التاريخ ديالو, مي معرفه بلي عنده واحد التاريخ مي معرفتش بالضبط شنو هو, ولكن بحال اللي قال لكم فيصل واحد الجبل كبير اللي معروف بزاف بزاف هنايا في هاد المدينه ديال مونريال, كلشي كيعرفو كلشي كيجي ليه سواء في البرد سواء في الصيف سواء في الخريف. فيه بزاف ديال الاكتيفيتي بحال شنو ديال الاكتيفيتي هادو؟ بحال مثلا في حنا في ليفير دابا, مادام دابا حنا في ليفير نعطيو دي زيكزوم ديال لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا في البرد والثلج. دونك اولا كتكون واحد لاكتيفيتي سميتها الباتيناج, دونك كيكون على لا غلاس, وخاص واحد الماتيريال خاص اللي هما لي باتين, وفيها اوسي سكي. سكي اللي هي واحد لاكتيفيتي اللي كيبغيوها بزاف بزاف هنايا كيبراتيكيوها بزاف. وشنو اخر كاين؟ الكليساج. شنو سميت الكليساج؟ كليساج هو ما عارفش نقول شنو بالضبط, ولكن هو زليقة, يعني واحد اللعيبه كيجلسوا فيها وكيزلقوا من فوق الجبل, هذا هو الكليساج. المهم فاش غادي نخرجوا غير ضروري غادي نصور لكم ونقول لكم هذا هو الكليساج. ما عرفتش شنو سميتو بالضبط العربيه, وانما الكليساج هو واحد بحال واحد البانيو تيجلسوا فيه من فوق واحد الجبل وكيزلقوا. كيكون سوا بانيو ولا سوا بانيو ولا هذيك اللعيبه بحال عرفتي في البحر فاش كان هذيك الدواره اللي كتنفخ شنو سميتها؟ بحال هذيك بالفرنسي بوي, ولكن ما عرفتش بالعربي البوقيه. بحال البوقيه كتجلس فوقها وكتزلق. المهم انا فاش نخرج غادي نصور لكم بحال هكاك. وبالنسبه لليتي بلا سنه شي واحد اللي بغى يجي لهاد المنطقه هاد البلاصه هادي في ليتي, يعني في الصيف ليتي كيكون كتكون بزاف ديال الخضوره, هادي الحاجه الاولى اللي زوينه في هاد البارك. فيه اتساع كبير بزاف بزاف بزاف, وكاين البلاصه بحال مثلا الا بغيتي تجيب ولادك يلعبوا ولا يجريو, ولا الا بغيتي تجي دير دي بيكنيك وتبروفيتي في الجو في الشميشه في الجو سخون. كاين بزاف ديال الناس كيجيو هنا مثلا كيجيبوا الباربيكيو ديالهم كيديروا الشوا كيجيبوا ماكلتهم كيدوزوا النهار هنا. اوسي هاد البارك مادام هو جبل فيه واحد البلاصه دايره بحال واحد البالكون كتشي ليها, فاش كتطلع ليها كتبان لك تقريبا سونتر فيل ديال مونريال كامله, واحد لا بارتي ديال بارتي اخرى ماشي غير سونتر فيل. المهم الفيو اللي هي واحد لا في زوينه ديال مونريال, ويعني سي ان دي زوندوا لي بلو كونو هنايا في مونريال فريمون. وي سي فري. و لي توريست هما يعني بحال اللي قال لكم فيصل, ما كاينش شي توريست كيجي هنا ما كيجيش لهاد البلاصه حيت معروفه بزاف.
وصافي هادشي اللي كاين. اي واحد كيجي كيسول بغيت نمشي لمور رويال. اه مور رويال اي واحد معروف عالميا، راه حتى بنادم يعني متبعني من المغرب من الجزائر من تونس كيسولني تيقول لك فيصل عافاك صور لينا في مور رويال، لانه معروف كيسمعوا له شي حوايج اللي زوينه. وما يمكنش انتم غادي نخرجوا راه نبارطاجي معكم هادشي كامل ان شاء الله غادي تشوفوا معايا. وما نساوش كيف ما قلت لكم اخيرا في واحد الفيديو قلت لكم فاش يكون الجو زوين بحال اليوم كاين الشميسه السماء زرقاء الى اخره، فاش يكون البرد اليوم كاين ناقص 11 الوغ حنا جينا موجدين لهذا البرد هذا من خلال هاد الثياب هادو. جبنا هاد العيبه هادي اللي غنلبسوها فوالا كما كتشوفوا كتغطي الاذن كتغطي الجبهه ديالك سخونه كنلبسوها كتجي على هاد الشكل هذا. وجبنا كذلك هادي بحال الكاشكول اللي كتلبسوه باش كيغطي لك العنق ديالك. واهم حاجه لي غون خوتي اللي قالت اليوم باش تسخنوا ليديات ديالنا وديك الساعه نمشيو نقضيو هاد الاكتيفيتي وحنا مرتاحين ما جينا لا برد لا حتى شي حاجه. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم مقدمه درتها شويه طويله غنخرجوا ديك الساعه نعاود نتلاقى معكم باش نوريكم شنو هما هاد لي زاكتيفيتي يعني تشوفوهم بعينيكم كانكم متواجدين معنا خوتي. يلا كنبغيكم بزاف وما تمشيو فين. المهم اخوتي هذا هو الكليساج اللي قلت لكم عليه انا الزليقه اللي قلت لكم الزوجه ديالي. ها هو الكليساج هو هذا اللي عباره على بحال هذه قلت لكم دايره بحال البانيو ولا بحال البوكيه اللي من خلالها كيطلعوا الفوق وكيزلقوا كيف ما كتشوفوا راه هما الاباء ديالهم يعني جايبين الوليدات ديالهم كيلعبوا. والجو زوين اليوم غير هو كاين البرد واحد البرد اخوتي ما نقولش لكم ناقص 11 كتحس بيدك غادا تقطع. ها هما اللي قالت لا لا ما تخافيش غيخرج فيك حتى شي واحد ان شاء الله. وهذا هو الكليساج دابا بلاش نوريكم السكي بان شي واحد كيلعب السكي باش نوريكم السكي. راه هو السكي اخوتي راه هو داك الاخ فينا هو كما كتشوفوا راه هو فين غادي زوميت عليه راه هو هذاك هو السكي. ايه فوالا الدنيا زوينه والحاجه زوينه في هذا البارك هو كبير 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 بزاف. وراه ان شاء الله ضروري ما فاش غيوصل ما يبقاش الثلج هذا يعني وصل الصيف راه غادي نصور لكم الدنيا كي تكون هنايا بالخضوره يعني كتكون بحال الجنه هنايا الدنيا زوينه الخضوره والشجر تيكون كامل مورق يعني واحد الديكور زوين ومنظر اخر يعني تيكون هنا في الصيف لانه كاملنا واش تقول مثلا شي مدينه اخرى ولا شي مشينا لشي بلاد اخرى يعني توتالمو كيتغير يعني منظر اخر في الصيف. هما كما كتشوفوا هما الناس هما جايبين ديك اللعيبه باش كيديروا الكليساج هنا كاين بزاف ديال البلايص هنا كيديروا فيهم الكليساج ماشي غير البلاصه كاين بلاصه كتلقاها على حتى من هذه كتلقاها عاليه بزاف وكيهبطوا واحد المسافه اللي هي طويله يعني عاملين الكليساج. والاكثر هي كيلعبوها الوليدات يعني كيجيبوا الاباء كيجيبوا الوليدات ديالهم كيلعبوا وحتى الكبار كيلعبوها كتكون ديك اللعيبه هي كبيره وكاين اللي تيكبوا الاب ابن ديالو في هذه وكيديروا الكليساج من الفوق. المهم اخوتي خليكم معايا راهو فين غادي. المهم اخوتي خليكم معايا ان شاء الله راه هو السكي. المهم اخوتي خليكم معايا حتى نرجع معاكم. المهم اخوتي جينا دابا لواحد البلاصه هنايا باش نكريو لي باتان لي باتان باش ندوزو لواحد البلاصه اللي كاينه لهي هرايا باش غادي نديرو يعني الباتيناج كيف ما كتشوفوا لهي راه فين ديك البلاصه فين كيديروا الباتيناج. ولكن قبل ما ندوزو تما ضروري ما خصنا ندوز لهاد البلاصه هذه باش كنكريو دوك لي باتان اللي غنديرو بهم الباتيناج. المهم اخوتي حنا شادين الصف كما كتشوفوا هو الصف طويل شادين الصف باش ندوزو ونكريو اللعيبات. يلا اخوتي خليكم معايا. المهم اخوتي راه وصلتنا دابا كما تشوفوا يعني خدينا لي باتان ديالنا. الحاجه اللي نقول لكم انكم ما تضحكوش عليا اول مره غادي نباتيني عمري في حياتي باتينيت لهذا ما كنعرفش الزوجه ديالي هي اللي غادي تعلمني. هما كريناهم كريناهم 12 دولار وحده يعني جوج على الزوجه ديالي كريناهم 24 دولار لمده ديال ساعه. اول مره غادي نجربهم اخوتي بلا ما تضحكوا عليا والله ما كنعرف شويه يلا سير عندك طيح عب شويه. اولا اخوتي شوف فين وقفت حدينا يا اخوتي في الدخله فوالا ما قدرتش صعيب هادشي حتى شداني شداني نحط شي 12 دولار نكري هاد لي بان نخليها الزوجه ديالي راه هي راهي تبارك الله راه غادا انا بقيت غير في الدخله. انتوما اخوتي شداني ها هي البلاصه اخوتي هنا فين كيديروا باتيناج اخوتي هادشي صعيب اخوتي شداني اخوتي شدنا شي باتيناج صافي طلقتي رجلك انتوما الخوت هاد الساحه هي هادي كبيره راه فين كنا شادين الصف ولكن الا بغا شي واحد يدخل الطواليط ولا شي حاجه راه كاينه هنايا. المهم
ما خوتي ديك بزاف ديال المحاولات ديال المحاولات لا مفاشات وانا هادشي خوتي صعيب اش داني عندك لا ما تضحكوا عليا خوتي اول مره في حياتي ندير ثاني عب شويه عب شويه هذيك برافو يلا سير انتك برافو برافو اولا اخوتي اي واحد فاش يشري ليكم عمرو دار شي حاجه ولا ما يحط فيها رجليه علاش لما يحط بالعكس خصو يجرب باش شي نهار يولي يعرف يديرها مزيان اللي كندير دابا انا خصك تكون بروفيسيونال شي حاجه اللي هي واعره باش دير هادشي اللي كندير انا مرة من الناس الفرنسا اللي كيف يدي أنا الوحيد ما كنعرفش أو من الناس شوفوا كيفاش غادين لا المهم أخوتي هو فيصل فيصل كيتعلم مازال ما يقدرش يمشي بالزربة انا نمشي ندور بكم شي دوره نوريكم الدنيا كيفاش دايره هانتوما الناس كي باتينيو راهو فيصل قلر ما قدرش يتبعني باقي كيتعلم هما الناس غادين لي باتين ديالهم كيباتينيو ها هو فيصل باقي كيبراتيكي في الجنب لي شويه شوفوا اخوتي برا الجايه نوعدكم جات البلاصه هادي غتلقاوني صافي لي بروفيسيون اما دابا القضيه شويه باقا خايبه القضيه شويه مزيان خلي يلا سير هادو ما خوتي لي زاكتيفيتي اللي كيسميهم لي جوا دو ليفير حيت ليفير فيه ديك دي كوتي خايبين ودي كوتي زوينين لا يا خوتي نتوما ردوا في التعليق خليو لي قولي واش تعلم شويه ولا لا دابا يعني تبقى شي 10 دقائق هنا ها انتم شوف يلا سير شي سلامه كي داير برافو برافو انت تعلمتي في الاخر هاد السيونس خصنا نعطيوك شي ميداي ياك شي ميداي في الاخر هاد السيونس خصنا نعطيوك شي ميداي ديال باتيناج ولا شي سيرتيفيكا لا شويه والله الا بنت باش نتاكتيكي بلي راك تعلمتي والله الا اكتيفيتي زوينه يعني فشي الله دخلنا كانت تيكون فينا البرد ولكن دابا شوفوا والله الا عرقت ملي كتسخن راه ما كيبقاش البرد ماشي يجيك البرد حيت راه سبور هذا اصلا راه سبور يعني ماشي غير شوف لي تبارك الله شوف شوف مدري صغار غاديين عارفين كيف باتينيو كنفهم ديال البلان ديالك شويه عليك عندك شي تهرس ما خوتي واحد اخر ما كيعرفش طاح دار لا لي قالت لا والو ما عرفتش كيفاش داير طويله ما دير لا لي قالت اخوتي لا والو حنا كنحيدو لي قالت خمس دقائق تنحسو بالدم ديال النجمه ديال الدينا غتقطع هو تبارك الله ما عرفتش واش ديك يدير مركب هو ماشي يديه طبيعيين ما عرفتش من قبيله حنا شادين الصف تقريبا معنا شي 15 مينوت شادين الصف والو اللي قالت محيدو شاد اللعيبه ديال حجابو معاه حاجه اللي نقول لكم هو انه الا كنتو عندكم هادو مشان شارينهم كيتباعوش غاليين واقيلا
بابي 60 دولار 100 دولار 150 دولار حسب لا مارك والكاليتي كتشريهم وتجيو معاك هنا وديالك تبقى هنا حتى جوج سوايع حتى جوج سوايع هاني ولكن الا ما كانت عندك هادو يعني كيولي مفروض عليك انك تشكريهم 12 دولار للساعه الوغ تشكريهم الا درتي ساعه 12 دولار ما عندكش الحق تفوت ديك 12 ديك ديك الساعه ماشي بحال فاش كيكونوا ديالك فاش كيكون ديالك تدخل هنا غراتوي وتخلص والو وتبقى المده اللي بغيتي المهم عب شويه عب شويه كي جاتك الباتيناج كي جاتك الباتيناج زوين ها كي جاتك اول اكسبيريونس اول اكسبيريونس تشوفها شنو غادي ندير دابا غنحاول نزعم نحاول نتعاون ونضرب اول دوره الا ما شفتش شي حاجه واخا باقي ما طلقش مزيان المهم غنحاول واخا صعيبه عليا وغنطيح شحال نطيح انا متاكد في تيسير الله اي حاجه نديروها خصنا نتوكلوا على الله وان شاء الله راه كلشي غيدوز مزيان يلاه يلاه سير شويه عليك والله الا غادي بخير والله غادي بوين كانت كيف ما قلتي ما تشوفش لقدام اش كتشوف لقدام ما تشوفش رجليك خصك تشوف لقدام صافي كتلف اه ما خصك تبقى غادي انت غادي كتشوف لقدام ما تشوفش رجليك نهائي عندك والله كما الدكتوره فوالا برافو عليك كاري ايوا شتي انت طحتي شنو وقع لك في الاول قالت لي لا نطيح 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 نتقصح شتي ما وقع لك والو خا طحتي ما كاينش شي حاجه كديرها في البدايه ما كتسقطوش واحد ولا يسقط وينوض ويتعلم ماشي يطيح وبقى طايح انت دابا انت طحتي ولا عيبره خصكم تاخذوها في حياتكم في اي حاجه غادي ديروها يعني طحت غادي نوض خصني نعاود يعني دوري ما خصني نعاود والو ما كاينش حاجه سميتها طيح والو انا طيح انا اخوتي مخلص 24 دولار باش ندخل نطيح شنو اللي عطا الله انت خلص فلوسك باش تدخل يطيح الله يلا زوينه هادي واخا شوف اخوتي واخا ما كنعرفوش كتبقى اكتيفيتي زوينه ورا الا كنحس بالدم ديالي سخون شتي بخير نعاود شوف تحدي نعاود ندير دور اخرى دابا في الدوره طحت ثلاثه ديال الطيحات خاصني نعاود ندير دور اخرى وما نطيحش خاصني نطيح قل يلا المهم اخوتي دابا غندو التحدي ديالنا غنحاول ندير دورة ونطيح المينيموم بحال كيف مشيت في الاول درت دورة طحت فيها ثلاثة ديال الطيح غنحاول ندور هاد الدورة هادي ونرجع لنفس النقطة نحاول ما نطيحش بزاف يلا اخوتي
كي مشيتو السي طاحوا لي فلوس مع الدوره ديالي عيطتو باش نعطيهم ليه. ايوا هذه البلاد كتعلمك انه اللي ديالك شي حاجه لقيتيها ماشي ديالك لقيتي مولاها في السواج يقول لك انك تعطيها له. والعبره من هذا الشيء كامل هو انه حتى شي حد ما كيتزاد تعرف شي حاجه. انا اول مره غنفاشيني كيما شفتو نجحت في التحدي هذا. المره الاولى كنطيح كثير الطيحات، هذه المره كملت الدوره ديالي بما نطيح حتى شي طيحه الحمد لله. مهم هذه هي الحياه. نعاود ندور دوره اخرى اللي غتكون اخر دوره ان شاء الله. من بعد يعني كيما كنتو داك يغلب الحال يعني ما يمكنش نصور لكم في الظلمه. الا بان كاين شي حاجه نصورها لكم راه غادي نصورها لكم. المهم نحاول ندور دوره اخرى قبل ما نطيح. شوفتي المهم اخوتي غادي نعاود نديرو الدوره الاخرى. الاخر تعطي فيها صعيبه هذه تبقى صحتي صحتي خوتي في يدي. اي 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 ماشي مشكل بس نعاودو خاصنا نمشيو يلا نوض. او لا لا صح شويه خوتي ولكن ضروري خاصنا نعاودو خاصنا نمشيو ما خصناش نرجعو لحالنا وحنا فاشلين. وهذه هي الحياه. يلا توكل على الله. الحمد لله والله الا بخير عرفتي في الشارع بيت الاول ما كنتش كاع تنقدر نخرج على البيس تنبقى غادي شاد غير في الجناب. دابا والله الحمد لله قدرت نتحكم ليه ورجع وانا فايق راسي بلي ما غاديش نمشي نزغبوها تعرفي معايا يلا نزغبوها نتحكم ليه ورجع بلا ما نشوف حتى شي حاجه. يلا سير عندك اخيرا والله الا بخير صافي خويا الحمد لله كيف ما كتشفتو يعني صافي يعني نزيد مره اخرى نجيو لهنايا غتبقى نولي بروفيسيونيل صافي نوعدكم بلي المره الجايه غنجي غنبقى نمشي ماشي غنبقى نمشي يعني الزيرو غنبقى ندير شي حوايج ديال الحماق غتبقى ندير الباتيناج ارتيستيك صافي غتقيد في لي جيز اولمبيك. اول مره اول تجربه لي كيف شفتو شبع طيحان سيرتو اخر طيحه كليتها مزيان هنايا تخصحت ولكن ما قلتش غنستسلم ولا نقول صافي غادي نوقف يعني واخا كانت طيحه صعيبه عاودت نط كملت كيما كتشوفوا دابا الحمد لله. المهم اخوتي نتواعد معكم حتى نتلاقاو في شي بلاصه اخرى ان شاء الله من مورا باش غادي نساليو الباتيناج. ديك الساعه نحاول نصور لكم شي بلايص اخرين. كنا بغينا نطلعوا للجبل وانما ما بقاش ذا الوقت لذاك الوقت لان كما شفتوا كنا شادين تقريبا واحد 30 دقيقه ولا 45 دقيقه باش كنشدوا الصف ديالنا باش نقطعوا التيكي باش ناخذوا هاد لي باتاي هادو. المهم الوقت ما بقاش لنا مره اخرى ان شاء الله غنرجعوا خصيصا باش نطلعكم للجبل
باش تشوفوا السونتر ديال مونريال كامل الفوق كيفاش تيبان الى اخره. المهم خليكم معايا دابا سالينا هاد لاكتيفيتي كما كتشوفوا لي كومبارتيش معكم كيفاش دايره ساليناها شويه غنمشيو بحالنا ونحاول نصور لكم شي حوايج اخرين هنايا من بعد غادي نتواجعوا اخوتي. يلا اخوتي نتوما خليكم معايا حتى نتواجعوا. صافي انت فين تعلمتي الباتيناج؟ انا كنت احنا خوتي غاديين بسلاسه احنا بجوج عندك نطيح. المهم لا ما تخافيش قولي لي فين تعلمتي الباتيناج؟ كنت خلينا واقفين. كنت صغيره شحال هذه ملي كنتي صغيره؟ نعم كنتي كتجي ملي كنت كنعرف الباتيناج مزيان. دابا مازال كنساليه شويه على ملي كنت صغيره ما بقاش بيان سور. يعني شحال من الوقت باش ما باتينيتيش؟ تبانش بزاف لا شي 10 سنين ديزون مثل ما بقيتي واو هذا بحال انا بحال كنعاود كلشي من الزيرو بحال كدير الميزاجور هي كنسالي كلشي شحال هادي كنت كنعرف ندير بزاف الحوايج لكن كنمشي نمشي عليا عادي يعني حاجه مع الوقت خاص الممارسه ولكن ان فوكس براسيكي غير شويه راه راه سير ورينا ورينا شي لعبه من اللي كنتي كديري شحال هادي برافو برافو والله الا راك غاده مزيان ايوا نورمال عادي يلا شي كلمه اخيره نقولوها للمتتبعين لي فان ديالنا واش نقولي لهم على هاد البلاد هادي؟ ما ديروش فراسهم بلي زعما حيت كاين التلج والبرد يعني حيت كاينين بلاصي دابا انت زايده هنا ياك؟ اه ياك انت زايده هنايا؟ اه زايده هنا انت فهاد تقريبا عندك دابا 23 سنه ياك؟ ف 23 سنه واش كيجيك الاكتئاب تقول هاد البلاد هادي كتجيب الاكتئاب يعني 23 سنه وانت عايشه هنا والو حيت الاكتئاب كيجي ما عرفتش كيفاش غنشرحها يعني انت هو اللي مسؤول على واش بغيتي يجيك الاكتئاب ولا لا فهمتي شنو يعني الاشياء اللي ممكن تخلي الانسان انه يجي الاكتئاب الا ما بغيتيش يجي الاكتئاب راه غدير اللي خاصك دير غادي تلقى لي زاكتيفيتي غادي تخرج غدير الصحاب باش تفوج يعني البرد عنده حتى هو حلاوته اما الا بقيتي ديما خايف من البرد تدع عليك باب في دارك ما باغي لا تخرج لا دير حتى شي حاجه راه ضروري ما يجيك الاكتئاب فوالا كيف ما كتشوفوا الناس كيخافوا من البرد حنا دابا خرجنا ها ما خوتي حتى اللي قاش حيتهم والله الا سخون جاني الصاد مع العلم انه كاين البرد وباش تنصحي الناس اللي ما باغيين يجيو لهاد البلاد هادي يعني كاين ما يدار فيها ولا لا كاين ما يدار وزعما ماشي حيت يشوفوا البرد والثلج يتخلعوا ولا يقولوا لا ما نقدروش نعيشوا هنا ولا شي حاجه كلشي يعني الحياه زوينه الحمد لله يعني الانسان خصو غير هو يخلق في راسو وخلق المتعه لراسو هذاك الشيء اللي كاين ايه فوالا اخوتي كما شفتوا حتى لهنا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو وما بقى لي الا نقول لكم انا والزوجه ديالي تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم